تسوية وضعية قاطني مساكن ديار المدينة للنواب المحترمين وادي بن عبد الله، أحمد بريجام، محمد الحدادي، طاهر شاكير، أحمد التهامي، ونجيمة الطايطاي من فريق تجمع والمعاصرة، فليتفضل أحد السائلين مشكورا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد الرئيس، السادة الوزراء، سيدات والسادة النواب المحترمين. سؤالنا اليوم السيد الوزير هو حول مدى تدخل وزارتكم من أجل تسوية وضعية قاطني ديار المدينة والذي يهم ما يقرب من 35 ألف عائلة وسكن على الصعيد الوطني. وفي سؤال هذا أركز بالخصوص على مناطق في مدينة الدار البيضاء مثل بلاتو، البطحة، بوليو، المعارف، وعمارات مولاي يوسف وبدر والعنق وما أدراك ما العنق. حي العنق العزيز على جميع المغاربة، نظرا أنه مفخر لما أنجبه من فنانين ومن سياسيين ومن طاقات حية ومن عمال صاحب الجلالة، كلهم تخرجوا من هذه المنطقة، واللي في الحقيقة منسية من طرف شركة ديار المدينة، اللي بنفسها في الحقيقة مغلوبة على نفسها. وحنا في الحقيقة السيد الوزير السؤال ديالنا كنشوفوا شنو غتعمل الوزارة ديالكم، لأننا كنتظروا تسوية الوضعية ديال السكان المعنيين والتعامل معهم بإنصاف، التعامل معهم بكل عدل وإنسانية، لأن جزء كبير من السكان الحاليين اللي باقيين هنا في هذه الأحياء هما من ذوي الدخل المحدود، هما من متقاعدين، من أرامل اللي أحيانا ما كيتعداش الدخل الشهري ديالهم 500 درهم شهريا، واش غيخلصوا بها الضوء ولا الماء ولا الكرا ولا الدواء ولا الماكلة؟ وهذه وضعية في المغرب كله تقريبا. فتسوية الوضعية تهم بالأساس السيد الوزير. وهنا غنذكر بعض النقاط اللي هي كنعتبروها أساسية. أولا التوقيف الفوري، التوقيف الفوري والعاجل ووضع حد لكل المتابعات القضائية اللي كتم إفراغ بعض العائلات من الإمارات. هذا لا يعقل بتاتا أنه الدولة تنتبع الناس وتخويهم، وخاصة ملي كنشوف عين العنق العمارات 5 و6 وتسعود، اللي شخصيا ملي كنت كنترأس الجامعة راس الناس السيد الوالي كنقولوا بأن هذه العمارات التقارير كلها قالت بأن خصها تصلح، والوالي قال نعم خصها تصلح، وراس الشركة قال لها راه هذه العمارات خصها تصلح، ومع ذلك كانت متابعات قضائية. وبالتالي الله يجازيكم بخير تحبس هذه المتابعات. تسوية عقود الكراء، ولكن تسوى بأثمنة اللي هي منطقية، ما نزيدوهمش 300%، لا يعقل أيضا أن الدولة تزيدهم 300% في السمة الكرائية. إصلاح البنايات من طرف ديار المدينة، ولكن تقديم الدعم للشركة ديار المدينة اللي كتقوم بعملها ولكن ما عندهاش إمكانيات، إذا ندعمها أيضا باش تقوم بعملها. وأخيرا تسريع عملية التفويت اللي أيضا خصها تكون بأثمنة رمزية، لأن السكن اللي عنده 60 عام الدولة دخلات فلوسها، راه هذه 60 عام الدولة دخلت فلوسها، إذا لكان هذا التفويت يكون بواحد الثمن جد 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 رمزي. وأخيرا السيد الوزير كنشكركم، لأنه من درسنا معكم هذا الملف في واحد العلاقة لقاءات عدة تفهمتوا، وكنشكركم على أنكم قلتوا بأنكم شخصيا غادي تتبعوا هذا الملف وتعطيوا التعليمات ديالكم باش يكون الإنسان هو الهاجس الأساسي والإنصاف ديالو والعدل ديالو. وشكرا السيد الوزير. الكلمة للسيد الوزير. لا يتم مزيان. شكرا السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب المحترمين. أود في البداية أن أشكركم السيد النائب المحترم لتطرقكم لهذا الموضوع مجددا. كان سؤال تطرح، ومنذ الفترة اللي تطرح فيها السؤال كانت لنا عدة لقاءات حول هذا الملف بالذات، وكذلك ملفات أخرى لبعض السادة النواب المحترمين في مدن أخرى طرحوها، واللي هي في الواقع مشابهة لهذا الإشكال. لهذا أريد أن أؤكد أولا يعني اهتمامكم الخاص والتتبع الخاص لهذا الملف، وأشكر كذلك كل النواب اللي كيهتموا بملفات من هذا النوع اجتماعية، واللي من شأنها أنه تحسس الحكومة أو تدفع الحكومة باش توفر يعني الوسائل الضرورية. كما التزمت معكم في آخر لقاء، هذه الملفات الحكومة كما تعلمون وضعتها من بين الإشكاليات الاجتماعية التي يجب أن تحلها. بالفعل في العنق كاين عمارة اللي عندها إشكال وكتشكل خطر بالنسبة للساكنة، لأنه مهددة بالانهيار،
وكاين وحده اخرى في الدكاره فاس اللي كذلك مهدده بالانهيار. هاد الحالات هادو في الناحيه ديال الاولويه خصنا نعطيهم الاولويه لانه خصنا نلقاو لهم حل. ما يمكنش نخليو عمارات مآله للسقوط ومهدده بالسقوط بالنسبه للمواطنين. الحلول الاخرى اللي اقترحتو كلها قيد الدراسه، وبالطبع الحكومه في اطار ما هو قانوني ستقوم بالمجهودات الضروريه، لانه كنتكلموا على بعض يعني العائلات وكنعتقد بانه كاين هناك حلول درسناها خص تكون المصادقه عليها في اطار يعني المنطق والسير العادي ديال القوانين. وغادي بالطبع بعد الموافقه ديالكم غادي نوفروا هذه الحلول هذه، لا بالنسبه للعنق، لا بالنسبه للدكارات، ولا بالنسبه للاحياء الاخرى اللي معرضه لنفس الاشكال. وشكرا. شكرا.